With a balanced breakfast, a glass of milk, a piece of fruit, and two pieces of toast with Nutella, it's amazing what they can do. Premium hazelnuts, cocoa, and the goodness of milk. Nutella. It takes a lot of energy to be a kid. اهلا بيكم في مطبخ شيف عبده. النهارده هعلمكم ازاي نعمل ساندويتش نوتيلا. النوتيلا وجبه سهله قوي محبوبه حاليا العالم كله وكل الاطفال بيحبوها. النوتيلا معموله من حاجتين اتنين بس، عيش ونوتيلا. اولا نجيب العيش وبعد كده نوتيلا. النوتيلا ممكن تتساب في الثلاجه او في اي ظرف او دولاب. اوكي، الاول نجيب حتتين عيش ونحط على ناحية واحدة منهم بس نوتيلا. نجيب ظهر السكينة، نجيب شوية نوتيلا ونحطها ونوزع. بعد كده نقفلهم على بعض نحطهم في الطبق. بعد كده ندخل الساندوتش في الميكرويف شوية عشان يسخن لو عايزين، مش لازم. ولما يخلص بنطلع الساندوتش. وممكن نقدمه مع عصير وتبقى وجبة متكاملة. بالهنا. Nutella. It takes a lot of energy to be a kid.